استكمالا لخطة وزارة الداخلية في إنشاء وحدات مرور إلكترونية بالأندية والمولات التجارية، أنشأت الوزارة وحدتي مرور إلكترونيتين بسبورتينج بالإسكندرية والغردقة بالبحر الأحمر، والمعاملات في تلك الوحدتين لا تتم فيها التقيد بنطاق جغرافي محدد من أجل طلب الخدمة. شهدت الطرق نقلة نوعية وحضارية مع توسع الدولة في إنشاء شبكة ضخمة من الطرق، وهو ما واكبته وزارة الداخلية بتطوير منظومة إدارة الحركة المرورية لتصبح إلكترونية، ونشرت منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة على الطرق، واستحدثت وطورت سيارات الإغاثة المرورية. امتد التطوير إلى خدمات تراخيص السيارات من خلال التوسع في إنشاء وحدات مرور إلكترونية بالمولات والأندية الرياضية. في هذا الإطار أنشأت الوزارة وحدة مرور إلكترونية جديدة بنادي سبورتينج بالإسكندرية. المعاملات في هذه الوحدة إلكترونية ولا يتم التقيد فيها بنطاق جغرافي محدد لطالب الخدمة. أنا جيت وفوجئت الاستقبال جميل قوي وخدمة حلوة قوي، بقى الواحد ما كانش يتخيلها إنه هو هيجي يلاقي الخدمة دي. وشكرا لوزارة الداخلية ورئيس الجمهورية، خدمة ممتازة. ده تعودنا من وزارة الداخلية في كل أمورها حاجة ممتازة. الموضوع كان سريع جدا وما خدش وقت خالص، والناس في منتهى الاحترام والتساهل معانا في كل حاجة. ويعني أنا ربع ساعة وخلصت ترخيص عربيتي، فأنا موضوع جديد جدا علينا وحاجة بصراحة تشرف. يعني جماعة هنا في منتهى الأدب والذوق والسرعة والتفاعل، الضباط في منتهى التعاون والجمال. بصراحة أنا يعني مش لاقي حاجة أقولها غير ألف ألف شكر. طبعاً إحنا بنشكر وزارة الداخلية على المجهود الكبير اللي هي عاملاه والتطوير اللي إحنا شايفينه، في تحسن في كل حاجة، في كل الخدمات الحقيقة. كما أنشأت الوزارة وحدة أخرى بالغردقة بذات المواصفات، مع الاعتماد في تلك الوحدات على نظام الفحص الفني الإلكتروني للسيارات للتأكد من توافر عوامل الأمان بها، وتعمل على مدار اليوم لاستقبال المواطنين من أي محافظة، والخدمة تتميز بأنها سريعة ولا تستغرق وقت، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي. النهارده بالصدفه كنت في سيتي مول في الغردقه ولقيت وحده المرور الالكترونيه في الدور الثاني، فاتشجعت ودخلت يعني اسال ايه الاجراءات. لقيت الاجراءات سهله جدا وسلسه جدا، رخصتي خلصت في وقت قياسي وبطريقه سريعه جدا، وانا سعيد بالموضوع خالص وبشكر وزاره الداخليه على التكنولوجيا الجديده الجميله والتطوير السريع اللي هم بيعملوه. بصراحه تطوير كبير جدا وحاجه محترمه جدا، المكان نظيف والاجراءات سريعه جدا. بنشكره بصراحه على المجهود الجامد اللي هم عاملينه ده بصراحه. يعني في خلال ست ساعه ربع ساعه بالكثير، في خدمه نظيفه، في حاجه سبيشال، حاجه يعني حاجه كده فوق الروعه بصراحه. فبنشكر وزاره الداخليه على المجهود الجميل ده. التطوير في الخدمات المرورية شمل استحداث مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بدأ تشغيلها بعدد من المحافظات تمهيداً لتعميمها على باقي المحافظات، وتقدم خدماتها على مدار الأسبوع، وتقدم ذات الخدمات التي تقدمها وحدات المرور. وهناك خدمة كول سنتر إذا أراد المواطن خدمة الترخيص بمحل إقامته. مزيد من التيسيرات في الخدمات المرورية تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، توسع في إنشاء وحدات مرور إلكترونية ثابتة ومتنقلة، فحص فني إلكتروني، عدم التقيد بنطاق جغرافي، كلها تيسيرات تسهم في تقديم الخدمة بشكل ميسر وحضاري. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.